مرحبا ومساء الخير لكم اعزائي المشاهدين. من جديد تطلق غدا كليه الهندسه بجامعه قطر النسخه الجديده لفعاليات الحياه هندسه اللي يهدف الى جذب الطلبه الى التخصصات العلميه والهندسيه. نعم، ولمعرفه المزيد حول المشروع مثل ما قال خالد في نسخته الجديده طبعا معنا في الاستديو السيد حمد البحر رئيس اللجنه التنظيميه لمشروع الحياه هندسه، وايضا السيد خالد القحطاني نائب رئيس اللجنه التنظيميه. مرحبا ومسهلا فيكم في استديو. مرحبا ومسهلا فيكم. طبعا احنا قبل لا نبدا معاكم ما ادري استمي كان عندنا تقرير. نعم عندنا تقرير، نشوف تقرير مشاهدينا الكرام عن فعاليه الحياه هندسه، نشوفه وراجع لكم. تنظم كلية الهندسة في جامعة قطر سنوياً مشروع الحياة هندسة، وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركات من قطاع الصناعة في قطر. يهدف المشروع إلى جذب طلبة المرحلة الثانوية القطريين إلى تخصصات الهندسة المختلفة وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على تطبيقات هذه التخصصات في الواقع، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تطبيقية لمهارات وعلوم الهندسة، إذ تعد واحدة من بين التخصصات المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمر الطلاب المشاركون في مشروع الحياة هندسة بمراحل عدة لتصنيع سيارة مجمعة صالحة للسير، إذ إن الطلاب يشاركون في المرحلة التحضيرية في ورشات تقدم لهم التدريبات القيادية والمهنية، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات تجميع قطع سيارات مفككة. وفي المرحلة الثانية تختار اللجنة المنظمة 6 مدارس للتأهل إلى المرحلة المقبلة، وفي المرحلة الختامية تجمع الفرق المتأهلة السيارات التي قامت بتجميعها بإشراف ودعم من كلية الهندسة والشركات الداعمة. يقاد السباق ما قبل النهائي الذي يقود فيه طالب من كل فريق السيارة التي جمعها فريقه في سباق على حلبة لوسيل الدولية، لتتأهل منها 3 فرق للمشاركة في السباق النهائي على الحلبة. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، نبدأ معاكم حوارنا مع ضيوفنا المتواجدين معنا في الاستديو. حمد، طبعا شفنا هالتقرير اللي فعلا أثار فينا الفضول يمكن أنا وخالد وأيضا متأكد السادة المشاهدين. طيب نعم. إحنا نبي نسألك السؤال الأول، إن مشروع الحياة هندسة شنو هو بالضبط؟ شنو يتكلم عن هذا المشروع؟ طال عمرك المشروع حياة هندسة هو مشروع تنظمه جامعة قطر سنويا. نعم. من قبل رعاة من شركات البترول وشركات الغاز وهالشركات الخاصة. نعم. وكل سنة يتميز المشروع عن السنة الجديدة اللي تجي، يعني نعم. كل سنة تختلف عن السنة اللي بعدها، تكون في إضافات جديدة يعني. نعم، السنة مختلف كليا. والهدف من المشروع هذه السنة نبي الأفكار طلاب اللي في المرحلة الثانوية، نبي نفجر الأفكار اللي موجودة عندهم. نعم، لأن السنوات السابقة كانت اللهم هي مراحل يتعدون وخلاص، لكن السنه في اشياء جديده، في افكار وفي تنافس وفي تشالنج وفي هالاشياء. نعم. يمكن يعني سميش حالك؟ الله يعافيك، ايش حالك انت؟ الله يسلمك. يمكن ذكر حمد ان السنه في شيء جديد. اي نعم. نبغي القديم اول اللي متابع من المشاهدين، ايش كان القديم وايش اللي اختلف هذا السنه؟ اي نعم، في السنين الماضيه مثل ما خبرنا حمد انه كانت في افكار بس تطور شيء بسيط. هالسنة احنا متطورين عن الافكار القديمه 180 درجه متغيرين. طيب. السنين الماضيه كانت السيايير تجي جاهزه مركبه، وطلاب الثانويه باشراف من طلبه من كليه الهندسه منكم انتم؟ اي نعم، وهيئه طبعا تدريس الدكاتره المقررين انه يشرفون عليهم انه شلون المدرسه طلاب المدرسه هذول المرحله الثانويه يفكون السياره قطعه قطعه لين تشوفها قدامك من الى مفككه، ويردون يركبونها زين ويضمنون ان سيفتيها ان تمشي امورها طيبه، وعقبها الواحد في حلبه الوسيل يسوقون فيها. نعم. واللي ياخذ المركز الاول واللي الثاني واللي الثالث. نعم. ويتكرمون عليها. ما شاء الله. في ذي السنه الفكره انه احنا نوفر لهم
بس قطعة واحدة اللي هي أساس كل سيارة اللي هو الشاصي. الشاصي. أي نعم. نعم. بس نوفره لهم عشان نضمن الأمان لهم السيفتي. صحيح. وهم بيشتغلون على السيارة من الألف لين الياء. إحنا بنعطيهم ورش، بنوفر لهم كل اللي يبغونه عشان يبدعون فيها السيارة، بس نبغي الأفكار الجديدة منهم. خالد، يعني أنت الحين السنة اللي طافت أو السنوات اللي قبل كنت تفكون الفك وتركيب. فك وتركيب. يعني تجميع. السيارة قدامهم موجودة. أي نعم. يفكونها. يريدون يركبونها. اللي قال تجميع في المصانع أو في. أي تجميع. السنة هذه أنتوا تخلونهم بس يجمعونها. بدون ما يفكها ولا السنة هذه بيصممون أشياء بنعلمهم على برامج إحنا في الجامعة كمهندسين نتعلم الهندسة نتعلم عليها. يمكن لاقي بعض صعوبة، بس أنا متأكد إن الطلبة اللي في الثانوية لو نفتحنا لهم المجال دعوتهم تظهر. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أنا جدا مستمتع إن شنو خالد، تعرف إن اللي لاحظته من الكلام اللي دار بينك وبين خالد أيضا إن في خالد ثلاث خالد اليوم في الحلقة. إنزين، فاللي أنا شنو نسيت السؤال. شفت يا سهيل شفت يسوي فيني في الحلقة. خالد، أنا ودي أسألك، يعني هذا دليل، يعني يمكن لازم نحط نقطة بعد الجملة على قولتهم. الشيء اللي أنا أشوفه وايد إيجابي وايد زين إنه ابتسم. الشيء اللي شفته وايد إيجابي وايد زين إن العام الماضي إن كانت في فكرة والآن تطورت، هذا الشيء اللي إحنا نحب نشوفه. يعني هل الإقبال مثل ما أنتم متوقعين؟ يعني العام الإقبال كان جيد، هل هالسنة زاد الإقبال عشان النقلة النوعية؟ حمد يمكن يقدر يقول عدد المشاركين. عدد المشاركين العام كانت المدارس تقريبا من 9 لين 8 مدارس مشاركة، وكل مدرسة عندها 8 طلاب، لكن السنة صار إقبال كثير. نعم. وصار المجال استقطبنا تقريبا 15 مدرسة، وكل مدرسة فتحنا الرينج لها لين 15 طالب. فكان تفاعل كثير مع المدارس معانا، وكانوا كل ساعه يطرشون لنا اسامي هذول الطلاب اللي بيشاركون هذول الطلاب. نعم. يعني يوم شفنا الاحصائيه 170 طالب تقريبا، ما شاء الله. يعني كانت نقله نوعيه، لان كانوا الطلاب متحمسين. صحيح. والمدارس نفسها متحمسه يعني شو اقول لك، عشان يشاركون طلابهم في البرنامج هذا. وبضيف على نقطه خالد ان السياره السنه كل سياره كل مدرسه بتكون لها سياره خاصه فيها، نموذج خاص فيها، نموذج شكل خاص. الماتيريال بيكون المواد اللي مستخدمها مختلف عن المدارس الثانيه. نعم. 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 يمكن يعني ذكرت تركيزكم على المدارس او طلاب المدارس خالد. نعم. هو لجذب طلاب المدارس للتخصصات العلميه. صحيح. والهندسيه. هذا البرنامج اللي انتم احنا اطلقتوه صار له 5 سنوات احنا ذكرناه. نعم. السنه الصوت الى اي حد انتم شفتوا انه جذب طلاب الثانوية إلى التخصصات العلمية والهندسية؟ الدليل قال لك حمد أنه في عدد المشاركين، لو أنه ما جذبهم ما كان بيزيدون، بيتمون على نفس العدد أو يمكن ينقصون. إيه؟ صحيح. وما بيكون في تنافس. بالعكس، الحين تشوف أنه لهم الرغبة، مثل ما قالنا يرسلون لك يبغون احنا مدرستنا اول مدرسه، لان السنين الماضيه كان ان في نفس التنافس بين المدارس. صحيح. نشغلهم ان نطلع تقريبا 6 أو 8 مدارس. إيه؟ شنو نماذج سيارات يعني؟ شوف. إيه؟ خالد شوف. إيه؟ هاي في السنوات السابقه، هذه حق السنين الماضيه، هذه نماذج كلاسيكيه هذه. اي نعم، هذه تيك وبس، هم يشتغلون عليها ان يكونها يركبونها، وهذه تكسبهم ترى خبره. هم بنا تكسبهم خبره، بس ما تفتح لهم المجال الكبير ان يبدعون فيه. الافكار ما يعني الافكار الجديده احنا نبيها من الطلاب. نعم. مثلا احنا السنه ما الهدف الرئيسي مو بالسرعه. الهدف الرئيسي للاعوام السابقه الهدف الرئيسي كان السرعه. الهدف الرئيسي السنه مو بالسرعه، الهدف الرئيسي قله استخدام الوقود في اكبر مسافه ممكنه. نعم. نعم. هذا يعني يكون يعني الواحد اللي بيسوي سياره لازم يفكر وزن السيارة نعم المقاومة. نعم. السائق يكون وزنه خفيف، يعني هالأشياء هاي لازم يحطها في الاعتبار، ويخف على الريس بعد شوي. نعم. كل ما زاد الريس زاد الاحتراق، هو لازم عنده الكنترول. في لها معادلة يعني. زين حمد، السيارات هذه يعني هل هي مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة؟ نعم نعم، فيه المواصفات وفيه السلامة كلها من جميع النواحي. نعم. من الحزام ومن الايرباقات موجوده وكل شيء. الحمد لله الامور طيبه. وابشرك من ناحيه الامن والسلامه، الشاصي اللي احنا مسلمينه المدارس احنا جربناه العام في نفس ذا الوقت في المسابقه اللي كانت في ابو ظبي، والحمد لله اخذنا فيها المركز الاول والثاني فريقين من جامعه قطر، والحمد لله ان حصلنا عليها وجربنا. بس الاساس ان جربنا هالشاصي وانه متماسك، وكانت فيه يعني في امور
صار اختبار حقيقي لهالشخص يعني في السباق ذاك. والحمد لله اموره طيبه لان سابقنا فيه حول 3 ساعات تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. ومتماسك لان الماتيريال فيه ستيل. بس الباقي نفس ما قال حمد انه على البدي يقدرون يغيرون، على الشيء الثاني يقدرون يغيرون اللي يبغونه. وهذا الجديد السنه هذه. هذا الجديد. الله يوفقكم ان شاء الله. طيب حمد انا ودي اسالك يعني اتمنى ان تكون في يوم من الايام في فكره انه اوكي صحيح ان هذه الاشياء موجوده ولكن نتمنى انه يكون مثلا في محرك يكون اقرب الى ما يكون هو صديق للبيئه. بتعرف ان يعني الحين صارت النظره العالميه اي شيء يكون صديق للبيئه وكذا، وتعرف احنا حتى عندنا هنا لو تسمع يعني من خلال البرامج اللي نسويها في المباني الخضراء بالدوحة، فأتمنى يكون هذا التوجه أيضا لمشروع الجامعة للطلاب. أصلا هذا التوجه الرئيسي لهالسنة، لأن الله يسلمك بعد سنة 2016 و2017 قطر بتستضيف بطولة شل إيكو ماراثون، البطولة اللي هي صديقة للبيئة، سيارات الصديقة للبيئة. ومن الحين احنا نحاول نأسس الطلاب اللي في المرحلة الثانوية للإبداعات، وهالسبب احنا لأن حسبناها يعني من ناحيه الوقود ما حسبناها من ناحيه السرعه. هاي اول نقطه، اول ستب. وثاني شيء من ناحيه الماتيريال، هاي بعد نقطه ثانيه، فهاي حاطينها يعني في عين الاعتبار ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يوفقكم. الله حمد، يمكن اكيد انتم من خلال استقطاب المدارس يجونكم مواهب من الطلاب، مواهب خصوصا في الهندسه. فايش بعد اكتشافكم لهذه المواهب ايش طبيعه الدعم اللي انتم تقدمونه لهم؟ المواهب هذه نوفر لها المعامل الموجوده عندنا في الجامعه، ونوفر لها الورش الموجوده، نوفر لهم الورش الموجوده في الجامعه اللي فيها اجهزه متوفره، مش متوفره اصلا في الدوحه، في قطر اصلا مش موجوده الا في جامعه قطر. نوفر له هذه الاجهزه، ونوفر له ايضا المواد لاستخدام الاجهزه هذه عشان تقدر تقول نعطيه العنان في يعني هل توفرونه في فترة البرنامج ولا ممكن أنتم تبنونه وتخلونه يجيكم في كورسات أخرى؟ يعني نوفر له في وقت البرنامج، والدليل على ذلك نلاحظه عقب ما يخلص يجينا هو أوريدي عنده فكرة شلون يستخدم الجهاز هذه، ويتحصل يكمل على مشروعه ولا يكمل على فكرته. طيب أنا يعني خالد، يعني الأشياء هذه مبشرة. خالد مساء أسألك، قال لك إن هل شفتوا الإقبال والنجاح كبير موجود في هالنسخة ولا لا؟ شنو هي الانطباعات، مو بانطباعات للمشاركين ولكن أولياء الأمور؟ تعرف دائما يكون عندنا كلام بين يعني المخالطين لأولياء الأمور، دائما يقولون لا والله نبيهم يركزون على الدراسة، نخاف إنه يأثر هذا على المعدل. طيب إحنا نشوف إنجازات وهالقطر مبدعين، فأنت شنو اللي أنت تشوفه؟ شنو انطباعات أولياء الأمور؟ إحنا ننسق مع المشرفين في المدارس، وحتى لو انه يبغون ان نكلم حتى مدراء المدارس انه الطلاب اللي اذا كان بيفوتهم شيء من الدروس او انه بيقصرون، عرفت انه يعطونهم سواء من دروس ثانيه خصوصيه او انه حتى انه مثلا يركزون عليهم المواد في يوم معين عشان مثلا مع الويكند. احنا ترى ناخذهم في فتره اللي هي نهايه الاسبوع اللي هو السبت، احنا نركز على يوم السبت، فاخذناها بعين الاعتبار. وغير هذا نتواصل مع المشرفين وتجي الموافقه من المدرسه مبدئيا، عرفت، يحطون بعين الاعتبار ان اهم شيء الطالب طبعا. صحيح. هذا الاساس. هذا شيء يمكن فرعي او هذا شيء من بعد مرحله الثانويه. صحيح. بس الطالب اذا ما تفوق مرحله الثانويه ممكن ما يكمل اصلا مرحله الجامعه. صحيح. عرفت. فاحنا لا، لازم ندعمه من ناحيه الدراسه. بعد ندعمه من ناحيه ان نفتح له افق ونعلمه على امور يعني. صحيح. هي يشوفها قدامه، يمكن يشوف ان بعض الامور اكبر منه، بس لا، شباب قطر ترى كفو، بس يبغون لهم وشو الفرصه المناسبه. نعم، وانتم كفو بعد. انتم كفو حمد، يعني يمكن دركنا الوقت. كلمه اخيره تشجع فيها الطلاب على المشاركه في برنامج الحياه هندسه. قبل لا اشجع الطلاب، اول شيء اريد ان اشكر جامعه قطر اللي وفرت لنا مثل هذه البرامج. لتطوير الطلاب، وفي نفس الوقت لتعزيز ثقه الطلاب. نعم، تعزيز ثقه الطلاب الجامعيين، لان احنا الطلاب نشرف على الطلاب. صح. فما في دكتور يشرف على الطلاب، احنا الطلاب يعني متطوعين عشان نشرف على الطلاب اللي في المرحله الثانويه. وثاني شيء يعني ادعو يعني من هالمنبر هذه ادعو الطلاب الثانويه اللي عنده ميول مثلا في السيارات، في التصميم، في هالاشياء، يشارك في هالبرنامج، لان الفرص كثيره متاحه له ويقدر يطور مهاراته. نعم، احنا نتمنى لكم التوفيق. انا بس في كلمه في خاطري ابغى اقولها قبل ان اختم، يعني يمكن انتم طورتوا هذه السنه البرنامج لان تعطونهم بس الشاصي وهم اللي يبدون تقريبا من الصفر. نعم، يمكن انا اتوقع وان شاء الله اتمنى في السنوات المقبله ان يكون تصنيع السياره من الالف للياء
صنع في قطر بإذن الله. إن شاء الله, الله. على الله. يدكم بإذن الله. إن شاء الله. الله يسلمك. طيب يسلمك إن شاء الله. إحنا بدورنا أيضا نشكركم على حضوركم. شكرا على حضورك اليوم معنا حمد البحر رئيس اللجنة التنظيمية لمشروع الحياة هندسة. أيضا شكرا على حضورك خالد القحطاني رئيس اللجنة التنظيمية. الله يوفقكم إن شاء الله, ويا رب نشوفكم إن شاء الله مثل ما قال السمي تصنعوا السيارة من الألف إلى الياء. إن شاء الله بشربها. إن شاء الله يكون ميد إن كثر. نبي هذه البراند إن شاء الله تكون عندنا. وتجدها وكفو والله. الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نبقى في الشأن البحثي العلمي, حيث اختتم صندوق القطري لرعاية البحث العلمي برنامج الخبرة البحثية لطلبة المدارس بحفل توزيع الجوائز للطلبة الفائزين. نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. اليوم نحتفل بالفائزين في برنامج طلبة المدارس الثانوية. من أهداف صندوق القطري للبحث العلمي هو خلق ثقافة البحث العلمي. بدينا في دعم برامج بحثية لطلبة الجامعات, بعدين بعد ذلك قمنا بإطلاق برامج لدعم العلماء المحترفين. من فترة 3 سنوات تعاوننا مع السوبريم Education Council لإطلاق برنامج لدعم بحوث أو مشاريع طلبة المدارس. ليش؟ لأن إحنا بنخلق جيل جديد واعي يقوم على غرز روح ثقافة البحث العلمي. البحث تبعي كان عن موضوع الزلازل, الرنين وتأثيره في الزلازل مع الرياح على الأبراج المرتفعة, وشلون نعالج موضوع الزلازل في أكثر من مكان. طبعا أنا أنصح خصوصا طلاب المدارس عشانها بتساعدهم في الجامعة وايد, والبحث نفسه هو بيساعد في غير الجامعة إنه بيساعد في حياته, بيتعلم منه وبيستفيد منه في وايد أشياء حتى حق الشغل في المستقبل. طبعا أعزائي المشاهدين نبدأ وياكم الآن في الإطار العلمي, نصل وياكم إلى الفقرة الأسبوعية اللي نتابع فيها دائما أحوال أبنائنا اللي يدرسون في الخارج وأوقاتهم وأيضا أحلامهم لتحقيق النجاح لأنفسهم ولأهل قطر. أعزائي المشاهدين الآن راح نتعرف معاكم عن قرب عن أحوال أبنائنا في الخارج, ولكن اليوم معنا من بريطانيا عبر الهاتف الطالبة الأخت مها المري. مساك الله بالخير يا مها. أهلاً, مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية. مرحبا يا مها. في البداية مها لو تطلعين على تخصص دراستك وفي أي جامعة أنت؟ حالياً ماجستير في الهيلث كير مانجمنت في جامعة سونسي. نعم ما شاء الله. طيب مها, وذنا احنا نسألك يعني شنو أهمية التخصص هذا اللي أنت تدرسينه, وشن هي الإضافة اللي راح تضيفها لتحقيق رؤية قطر الوطنية؟ طبعاً التخصص هذا مطلوب في الوزارة, وحتى بأنه ما في قطريين متخصصين فيه. فإن شاء الله لما نخلص إن شاء الله الله يوافقك يا مها. لكن مها لو بتطمنين على سير دراستك, يعني متى بديتي وش كثر صار لك ومتى بتنتهين؟ أنا بديت من 2013 شهر 9 لغة أول شيء, والحين بريسيشنال كورس, وشهر 1 ان شاء الله بسجل البريماستر ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك ان شاء الله. طيب ما هو ودنا نسالك اكثر يعني عن الدور اللي لعبته يعني او لعبه عفوا وياكم المجلس الاعلى للصحه من اجل دعمكم خلال فتره الابتعاث, يعني شنو الاشياء اللي سهلها لكم؟ الاعلام ما قصر ويانا, اول ما قدمت يعني على طول بدون موافقه من خلال شغلي, وكان كل شيء الحمد لله مسهل لنا يعني. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين, وهم إن شاء الله أنهم ما يقصرون. مها لو تكلمين عن طموحاتك الشخصية. طبعا أتمنى إني أخلص وهأسعد الدوحة أهم شيء. نعم. وأهم شيء طبعا البلد.
نعم، تكون جزء إن شاء الله من نهضة ونجاح قطر في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مها، بس ودنا منك كلمة أخيرة تحبي توجهينها لكل المتابعين اللي يشوفون الحين قناة الريان، وأيضا لزميلاتك المتواجدين معك في بريطانيا واللي قاعدين يأدون نفس الرسالة العلمية اللي راح ترجع بالفائدة إن شاء الله على الوطن الغالي. أول شيء أحب أود تحية كبيرة للوالد والوالدة. نعم، يستاهلون. وأشكر طبعاً الدولة سمو الشيخ تميم. تستاهل. إن شاء الله نشد حيلنا. إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق مها، أنت من الله التوفيق ولكل طلابنا المبتعثين في الخارج سواء في بريطانيا أو في أمريكا. إن شاء الله يا رب يوفقكم يا رب العالمين، ترجعون بإذن الله رافعين رؤوسكم ورافعين رؤوسنا في نفس الوقت، وتساهمون في نهضة قطر بإذن الله وفي رؤية قطر 2030 بإذن الله. بإذن الله تعالى. الحين يا سمي ودي أوديك مكان بك تشوفه. توكل على الله. تبي تروح تحب قطر ولا ما تحب قطر؟ والله في حد يحب كثارة؟ إذا فاضي أحب كثارة. ظهري يتوهق من الزحمة اللي هناك، وبالعكس الزحمة هذه مطلوبة، تعرفون الواحد لما يروح يشوف المكان. أنا الصراحة واحد من الناس اللي أستانس على الزحمة، لأنه يعني الواحد ينشرح يشوف الناس رايحة ورادة وهالشكل يحتفلون ويستانسون موجودة. اللي أنا أقوله صح؟ جزاك الله. ما أقدر أقول له شيء، يغلبني دائما على الهواء. خلونا ننتقل وياكم أعزائي المشاهدين الحين إلى الحي الثقافي كثارة، يتواجد من هناك نديب قناة الريان سفر الهاجري المتواجد في مهرجان كثارة الرابع للمحامل. مساك الله بالخير يا سفر، وعطنا علوم المهرجان. نعم، مساك الله بالخير أخوي خالد، وأيضا أخوي خالد بن محسن الكبيسي نمسي عليه، وأيضا نمسي على السادة المشاهدين بالخير. مثل ما ذكرت أخوي خالد، الإقبال كبير على هذا المهرجان، المهرجان اللي للأمانة ما أدري من وين أبدأ ولا أدري من وين أنتهي للأمانة. أنت يمكن ذكرت عن الزحمة، والله العظيم يا أخوي خالد من كثر الزحمة اللي موجودة هنا الإرسال ما في إرسال من كثر الزحمة، وهذا الشيء يسعدنا وهذا الشيء يشرفنا. أنا طبعا اليوم راح يختتم مهرجان المهرجان الرابع للمحامل التقليدية في كتارة، وراح نتعرف معاكم على الفعاليات في يوم الختام، وراح نتعرف معاكم على نسبة الإقبال وعلى الإقبال على هذا المهرجان اللي يهم الجميع سواء كانوا كبار أو صغار، يهم الجميع مقيمين مواطنين، يهم الجميع. معاي يشرفني أني أستضيف معاي أخوي جهاد الجيدة عضو اللجنة التنفيذية في هذا المهرجان. مساك الله بالخير ابو طلال، اسمح لنا اخرناك معنا. خذ راحتك، ما عندك مشكله. الله يمسك بالنور ومسي على مشاهدين قناه الريان ايضا بالنور ان شاء الله، ونشكر لكم هذه الاستضافه الجميله في اليوم الختامي للمهرجان. الله يرحم والديك، لا شكر على واجب. يمكن اخواني في الاستديو تكلموا عن نسبه الاقبال وعن الزحمه في كتاره، الجميع وده يشوف هذا المهرجان. ودي نتحدث في البدايه عن نسبه الاقبال على هذا المهرجان بما ان اليوم اخر يوم. طبعا نسبة الإقبال مثل ما ذكرت نسبة كبيرة جدا هذه السنة، واحنا نتوقع انها اجتازت نسبة العام الماضي. العام الماضي ما شاء الله وصلت الى 500,000 زائر خلال الخمسة الايام. السنة اتوقع ان شاء الله تتجاوز هذا العدد لانها نسبة كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال امس كنا نسكر المارين، دخول المراكب لزيارة المراكب كنا نسكرها من فترة من الفترات، لان الاعداد وصلت الى اعداد كبيرة جدا على المارين. فمن ناحية السيفتي والامن نخاف يعني حد يطيح في البحر ولا شيء، فنسكر المارين. لما يخرجون عدد كبير من الناس نرد ندخل، نفتح البوابة وندخل الناس. فالنسبة كبيرة جدا ولله الحمد. طبعا اللي ضاعف النسبة حضرت صاحب سمو الأمير الوالد، حضوره طبعا كان مشرف لنا في الافتتاح، فمثل ما تقول عطى اهتمام للجمهور وللحاضرين الوافدين لزيارة هذا المهرجان اللي هو مهتم فيه شخصيا، واللي هو عطانا الدعم من أول سنة. من أول سنة ولله الحمد سمو الأمير الوالد عطانا الدعم وكرر علينا أن نكرر بشكل سنوي. إحنا للأمانة كانت نظرة اللجنة أنها تعملها كل سنتين على أساس تحصلك وقت تنظم يعني وتبحث عن مراكب، تبحث عن مشاركين معك. لكن سمو الأمير الوالد شد على يدنا وقالوا كل سنة نبغي، قالنا كل سنة نبغي المهرجان هذا إن شاء الله يتواجد على. نعم، وهذا ولقطع كلامك بخير بطلال، دل على اهتمام القيادة الرشيدة بمثل هذه المهرجانات التي تعد يعني مثل. يعني إحنا تواجهنا مع كبار سن يقولون والله يا عيالي رجعنا 50 سنة وراء، وهذا يدل أيضا مثل من شايف إقبال الجميع. الأغلب كانوا صغار، الأغلب يمكن وصل السنة اللي راحت نسبة الزوار هنا تقريبا 500,000. هذا شيء يسعد وشيء يفرح في نفس الوقت، لكن نبي نعرف من خلال ملاحظتكم أنتم شو اللي يفرق المهرجان النسخة هذه عن النسخة السابقة والنسخة اللي قبل؟ طبعا هم الآن هذه النسخة الرابعة، كل نسخة كانت تفرق عن النسخة الثانية.
احنا المشكله هذا الشيء يضع علينا عبء كبير جدا، ان احنا كل سنه لازم نغير. اللي حضر الاربع مهرجانات طبعا اكيد 100% ملاحظ هذا الشيء، كل سنه نغير في الافكار، نغير، ما نبغي الزاير يجي يقول نفس العام ما صار شيء، عارضين صحيح. ومراكب ذي، فكل سنه نغير. السنه طبعا رحنا الى الاشياء التقليديه الاكثر، رحنا الى مثل ما قلنا احنا في الدعايه سنه الخمسين. انت شفت الشاطئ، العمال كانوا يشتغلون في الشاطئ، البحاره ينزلون الخشب وينزلون مثلا خياش سواء العيش ولا الاشياء الثانيه من المراكب الى المحلات. عندنا مثلا الحرفيين المتواجدين بكثرة في الجزء الشمالي أو الجزء الجنوبي. عندنا الحداد اللي شغال بالحديد ماله بالفحم ويسوي البورات ويسوي الشغلات اللي يحتاجونها البحارة. عندنا اللي يسوي الصل والودج، الودج هو يدهنون فيه المحامل من تحت، فموجود أيضا هذا الشخص عند على من ضمن الحرفيين. يعني أغلب الحرف اللي لها علاقة بالبحر وكانت متواجدة في الخمسينيات وفي الأربعينيات الحمد لله شافها الجمهور، شافها الجمهور بالوضع الطبيعي بالضبط مثل ما كانوا موجودين تواجدت في هذه في هذا المهرجان هذه السنة. جميل، مثل ما ذكرتك ايضا يقولون انها رجعنا 50 نعم. سنه وراء، الجميع متفاعل، الجميع مستمتع في هذه الفعاليات. طيب بما ان اليوم اخر يوم، شنو الفعاليات اللي في اخر يوم؟ الفعاليات في اليوم الختامي طبعا يمكن الفعاليه الاكثر اهميه هي فعاليه الغوص على اللؤلؤ. وعندنا ايضا فعاليات ثانيه اللي هي فعاليه الغوص الحر. الغوص الحر يعتبر كتم النفس، وهذه مسابقه خاصه بالغواصين ايضا نفس الشيء، وتم توزيع الجوائز. بس طبعا مثل ما قلت ذكرت ان الفعاليه الاهم هي فعاليه الغوص على اللؤلؤ. طبعا هم دشوا لمده 3 أيام في البحر جميع الفرق المشاركه من جميع مجلس التعاون، فكان في منافسه كبيره جدا وكان في انتظار من الجمهور وتلهف على معرفه النتيجه، فحتى ايضا المتسابقين ما كانوا يعرفون النتيجه. فالفعاليات كانت جدا شيقه والتتويج كان جدا شيق، واظهرت نتائج غير متوقعه من بالنسبه للمشاركين. جميل، هذه 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 طبعا من الفعاليات اللي في يوم الختام. في اليوم الختام ايضا نعم. ايضا عندنا فعاليه بعد القفال في اللي هو نعم بالفعل هذه كانت اي فعاليه القفال، عفوا سامح المقاطعه، فعاليه القفال هي قدوم الغواصين الى الشاطئ. طبعا كانت فعاليه جدا ممتازه، فيها اوبريت كان غنائي، استقبال الغواصين اللي جايين من في البحر صار لهم حوالي 3 أيام. طبعا احنا اذا بنلاحظ يعني انا يمكن ذي الشيء ما لاحظته السنه، يمكن كنت مشغول في عده اماكن، لكن اللي لاحظته مثلا العام الماضي واللي قبله تلهف اليهال الصغار على اهاليهم على ابهاتهم وهم رايحين البحر كم يوم؟ 3 أيام. يركضون والله قدامي شفني يعني بني صغير تركض، طفل صغير يركض يحضن ابوه لغياب 3 أيام، فما بالك كان في السابق 4 أشهر. يعني فعلا 4 أشهر وعشرة أيام. يعني فعلا هذا المهرجان عبارة عن رحلة إلى الماضي. من خلال نقدر نقول أحدث المعدات، وبيض الله وجيهكم على التنظيم، وكل الشكر موصول لكم كأنتم كأعضاء لجنة تنفيذية وأيضا أعضاء لجنة تنظيمية، كل الشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام. قبل ما نرجع إلى زملائي في الاستوديو راح نتابع معاكم تقرير يتحدث عن انطلاق الجولة الأولى من بطولة اللجنة الأولمبية للتجديف في نسختها الثالثة، وقد ضمنت هذه الجولة 8 فرق تنافست على المراكز الثلاثة الأولى. نرجع بعد هذا التقرير إلى زملائي في الاستوديو ونقول لكم الكلمة عندكم إن شاء الله. هذا السباق يعتبر من التراث، إحياء للتراث وأيضا التراث القطري في ما كان فيه عليه في السابق، هو التجديف. أيضا تستخدم هذه الشواحيف في السابق كمجال لإرسال الأشخاص من وإلى الجزر وأيضا إلى المدينة أو التموين أو ما شابه ذلك، معتمدا على الأخوة اللي موجودين في الشاحوف أو في قارب التجديفي اليدوي. وأيضا مثل هذه البطولة التي لاقت نجاحا سنة عن سنة، تم حقيقة رفع الميزانية وتم تغيير النظام فيها إلى 3 جولات. الجولة الأولى مثل ما شفنا اليوم هي تنطلق، والجولة الثانية إن شاء الله سوف تكون اعتبارا من 10/1 إن شاء الله، ومن ثم سوف تكون الختامية هي في الجولة الثالثة، سوف تكون بإذن الله في اليوم الرياضي للدولة.
اليوم احنا مثل ما نشوف كل شاحوف عليه 11 شخص، في عندنا 9 شواحيف، في شاحوف تم استبعاده اليوم لعدم استكمال العدد. هذول 9 ان شاء الله راح يستمرون معنا حتى نهايه الجولات الثلاثة، ونتمنى التوفيق لجميع الأخوة حقيقة المشاركين. مسافة السباق 1.5 كيلو في 1.5 كيلو، وأعتقد أن المسافة ليست بتلك المسافة الكبيرة، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. بدأت الرياضة عندنا في عام 1978 طبعاً ب60 شخص، والحمد لله رب العالمين قطر خذت المركز الأول في أكبر مسابقة خليجية في عام 1983، وصار انقطاع في فترة الثمانينات، والحين رد الدعم من أول وجديد حق طبعاً حق السباقات هذه. وبإذن الله نوعد الجمهور أن هذا الفريق بإذن الله بيكون في الصدارة الخليجية مثل ما صار عام 1983. المسابقة هذه على 3 مراحل، والحمد لله احنا حققنا المرحلة الثانية في المركز الثاني في المرحلة هذه، وإن شاء الله نوعد الجمهور إن شاء الله في المسابقات الجاية تحقيق مركز أفضل إن شاء الله. هذه البطولة الثالثة الحين اللي ناخذ فيها الأول. المنافسة قوية طبعاً، الفرق تختلف اختلاف كلي عن العام. الفرق تدربت على حسب خبرة المسابقة الثانية اللي كان فيها المليون، الجوائز طبعاً مرتفع تصل إلى 4 مليون، فكل نشد حيله. والسنة واجهنا فرق الصراحة، لين أول طبعاً بوي هناك كنا ملتحمين مع فريق الوكرة، صراحة ملحمة كانت عند البوي الأولى، والحمد لله رب العالمين بتكتيك من النوخذة قدر يكسر ويعطينا انطلاقة، قدرنا نمنع من جهة اليسار ونطلع الفريق. فالفريق اللي معك كان منافسك عند البوية صاده شوي نوع من الإحباط، وإحنا خذنا طبعاً مثل ما يقولون ناموس زيادة، فكملنا الحمد لله رب العالمين. تقدمنا كنا نقدر نحافظ على المسافة، لكن طبعاً زدنا المسافة لأن كل شيء هنا الحين محسوب بالوقت، لأن هناك سباقات ثانية جاية، سباقين إن شاء الله على الطريق بعد بنحس فيه الوقت. فالفرق الثاني اللي ما فازت عنده فرصة أنها تفوز إن شاء الله في الأيام الجاية. مشكور يا سفر، والشكر موصول للقائمين على هذه الفعالية التراثية الضخمة اللي ساهمت وتساهم في إحياء التراث البحري لهالقطر، وتساعد في الحفاظ عليه حيا جيلا بعد جيل. يمكن خالد احنا من خلال اللي شفناه في التقارير انا لاحظت اسماء المناطق الوكرة، الخور، الضعاين، وإحياء للتراث، وفي نفس الوقت إحياء للتراث مدروس. صحيح. واهتمام من رأس الهرم بالضبط. يمكن يعني في الدولة، وتشريف سيدي سمو الأمير الوالد. نعم. يمكن كان أول يوم لمهرجان كتارة للمحامل الخشبية. نعم. يعني هذا اهتمام يساعد. صحيح. أو يحث هالقطر على الرجوع إلى تراثهم أو موروثهم البحري. صحيح، وحنا دائما يعني نشجع مثل هذه الرياضات، دائما نحافظ على الهوية القطرية في ظل الحداثة. أعزائي المشاهدين نطلع وياكم فاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا.